الصورة الأولى هذا مواطن بعث لنا هذا الفيديو، هو فيديو على كل حال، يقول لك هذا طريق سيدي موسى كاليتوس. كما راك تشوف أستاذ، طريق سيدي موسى كاليتوس هو يتكلم على يعني كان بعض واحد الشركة خدمت طريق، مش عارف جوز الغاز ولا تريسيتي ولا مش عارف، وخلوا يعني طريق كما هي يعني لسنوات وهي هكذا دون إعادة ترميمها، مما يشكل خطرا على مستعملي الطريق سواء المشاة او الراجلين، وحتى اللي تكلمنا عليهم الاسبوع الماضي تاع الدراجات الناريه اللي يعانيوا كثير لانه هما يمشوا في الحافه يعانيوا كثير من هذا المشكل. واش تقدر تعلق لنا على هذه الصوره استاذ ملاري؟ شوف استاذ، انا والله نتكلم دوما، انا نقول في مداخلتي انه هناك عنصر بشري عام وعنصر بشري خاص. نعم. وحنا نتكلموا على العنصر البشري الخاص هو السائق، والعنصر البشري العام كل من يتحكم في الطريق او في السياره او في منظومه السلامه المروريه بصفه عامه. اليوم نتكلموا على هذه الصوره انه الحافه غير مخدومه. نعم. او لاكوتمون غير مخدومه. نعم. هل المقاول والشركه التي انجزت هذه الطريقه وعدم اتمام الاشغال على الى الحاله الاخيره جوسكا لا فينيسيون كما نقولوا، هل هذا موش بشر؟ هذا موش مسير؟ اذا هذا عنصر بشري. نعم. هنا بل هو راه يدوز على الطريق يوميا من تبعه. هل هنا ما كاينش دفتر الشروط؟ عدم احترامه. هل هنا كيكون حادث مرور اليس العنصر البشري الخاص هو السائق اليس ضحيه؟ اكيد. اذا هذا يجب عنصر العنصر البشري الخاص هو البيتون ولا الشيفور، راه ولا هنا ضحيه مش هو السبب. اذا العنصر البشري العام دوما لابد كل ان ينجز عمله باتمم معنى الكلمه، يكون اسقاطنا استاذ ياسين نعيب طرقاتنا والعيب فينا. نعم. ولا للطرقات نعيب. نعم. سوى اكيد ان شاء الله يكون على كل حال المسؤولين راهم يسمعوا فينا، خاصه الجماعات المحليه اللي لازم تتبع هذه الاشغال حتى الى نهايتها. وهذا اسمح لي ياسين. نعم. وهذا يندرج في اطار ما تقومون به، فهو رساله ايضا نسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم حسناتكم لانها تسلط الضوء على هذه الامور. نعم. وتعين المسؤول بصفه خاصه انه يد دار كثير. نعم. هذا مبتغى الحصه. نروحوا الى الصوره المواليه. نعم. طريق السيار باب علي اتجاه بن طلحه، شوف يعني طريق سريع او طريق السيار، شوف هذيك الحاله اللي راهي فيها، هذه يعني مما تسبب باضرار كبيره سواء على المركبه وحتى تؤدي الى حوادث مرور مميته يعني. شوف هذه سياسيين، انا والله في طريقي من برج بوعريج للعاصمه. راك البرج وراك شاهدت؟ لا والله طحت في نفس الحفره. نعم. في طريق الاخضريه. هنا غياب الصيانة أو غياب المتابعة. نعم. اليومية وما تحمله الطريق السيار من شاحنات وحافلات وكثافة حركة المرور. نعم. يؤدي إلى هذه الانزلاقات وهذه الانهيارات، ولكن اليوم عدم الصيانة يؤدي إلى انهيار كلي لكل المنشآت القاعدية على مستوى شبكة الطرقات. نعم. إن لم يتدركها المسؤول فسنأتي إلى زوال هذه الطرقات.